السلام عليكم. انتم مباشره في محل شعيب للاواني المنزليه بمدينه الدار البيضاء بحي البرنوصي. اللايف ديال دابا كيف كنقول لكم انه غادي نديروا السحب ديال الفائز اللي فاز معنا في المسابقه ديال الجيف واي اللي درناها البارح. نخليو شويه ديال الناس يطلعوا لايف, نخليو الناس يطلعوا لايف باش نقدروا نعنوا على الفائز. صراحه ما كرهناش الفائز يكون معنا حتى هو لايف دابا مباشره يكون كيشوفنا, باش ملي غادي نختاروا السميه ديالو نعيطوا ليه مباشره باش نعرفوا فين كيسكن, وان شاء الله في القريب العاجل يتوصل بالهديه ديالو اللي قلنا. غنعاود نذكر قلنا انه حاليا دابا غادي نديروا السحب ديال الفائز اللي فاز معنا في المسابقه ديال نقول لكم اشنو كاين في الهديه كيف قلت لكم فيها التفصيل على سبعة. البارح وريتكم واحد الموديل مربع. المهم هذا الموديل هذا فيه تقريبا واحد 7 ولا 8 ديال الموديلات. السيده اللي غادي تربح غنصيفط لها التصاور وغتختار اللون والشكل اللي بغات اللي غادي تربح معنا مباشره. الفائز الاول او الفائزه الاولى غيربح معنا التواصل, والفائز الثاني عطيني اخويا داك الكيزان, والفائز الثاني غادي يربح معنا هاد الكيسان هادو اللي قلت لكم ديال اسبانيا. عطينا اخويا الكيسان, هاد الكيسان هادو مباشره بعد قليل غادي نديروا السحب ديال الفائز في مسابقه جيف واي شعيب. نخليو الناس يطلعوا معنا اونلاين باش نعلنوا على الفائز اللي غادي يفوز معنا بهاد جوج الهدايا. كيف قلت لكم هاد المسابقه درناها شكر للزبناء ديالنا الاوفياء بهاد الهديه البسيطه اللي عباره على طقم ديال التباصل والهديه ديال هاد الكيسان الزوينين المربعين. بغينا نقول لكم شكرا على البارطاج ديالكم, على الوفاء ديالكم, على لي كومونتير ديالكم اللي كتخليو لينا, وشكرا على التعاليق الزوينه, لان بالبارطاج ديالكم نتوما باش كنقدروا ان السلعه ديالنا ولي زارتيكل ديالنا كيف كنقول لكم يوصلوا لبزاف ديال المغاربه. في الحقيقه سلعتكم جميله وفي متناول الجميع. شكرا فاطمه. يلا الاخوان كلكم بقوا معنا لايف, حين دابا غادي نجبدوا هنا فين درنا المسابقه, هنا فين درنا اللايف ديال المسابقه درناها البارحه هيدا الساعه 24 ساعه. مفاجاه مع جيف واي شعيب قانون المسابقه. قلت لكم البارح غديروا جيم وابوني للصفحه. الشرط الثاني انك تطاقي 10 ديال الناس في التعاليق, والشرط الثالث انك تبارطاجي هذا اللايف. غادي نجيو لي كومونتير, غنجيو للتعاليق, غادي نجبدوا التعاليق كامله, غنجبدوا التعاليق كامله. شو ام الناس اللي عندي فحال دابا السيده بشرى ام هذا, كاينه وفاء تبارك الله هاد وفاء مطاقيه. المهم مازال ما غنديروش السحب. كاينه هاجر. المهم كاينين بزاف الناس تبارك الله شاركوا في المسابقه بشكل زوين وبالقانون ديالها. دابا شويه غادي نعنوا على السحب وعلى الفائز, والفائز غنحاولوا نتواصلوا معاه دابا, غادي نتواصلوا معاه في الخاص باش يعطينا رقم التليفون ديالو باش نعيطوا ليه دابا, وفي هاد اليومين ان شاء الله غادي توصلوا الهديه ديالو حتى للدار. عدد كبير ديال الناس شاركوا في المسابقه تبارك الله. بصراحه ما كرهناش نربحوكم كاملين, ولكن قانون المسابقه كيربح جوج الناس فقط, وان شاء الله مازال مسابقات اخرين جايين. نحاول نجبد التعاليق كامله باش ما نضيعو حتى شي واحد, باش حتى الناس اللي كانوا شاركوا معنا البارح حتى هما يقدروا بقاو معنا عفاكم لايف, بقاو معنا اونلاين باش نديروا السحب دابا باش نقدروا. بحال دابا مثلا هاد السيده هادي ما مطاقيش الناس مزيان, هادي الا جا فيها السحب راه ما غاديش تقدر تربح, لان ما كاينش لو طاق. ملي كتورك على السميه ما كيطلعش لك الاسم ديال داك السيد اللي مطاقيه. ولكن فحال دابا مثلا فحال هادي حتى هي ما مطاقيهش الناس مزيان. الناس اللي ما كيعرفوش يطاقيو
كتجي لي كومونتير ان شاء الله مره واحده اخرى، كدير اغوباس وكتكتب وكيطلعوا لك السميات وكتطاقي الناس اللي بغيتي بهذه الطريقه هذه. مثلا انا غنطاقي هاد صلاح ولا هاد حنان غنطاقيها بهذه الطريقه، هذا هو الطاق. المهم نجبدوا التعاليق كامله باش نقدروا نديروا السحب. دابا شويه وكيف كنقول لكم المسابقه غتكون بكل شفافيه، ماشي غادي نربح اصحابنا ولا غنربحوا الناس اللي كنعرفوا، لهذا بغيتها تكون مباشره. السحب غادي يكون مباشره، هذا هو المعنى الحقيقي ديال الجيفواي بكل مصداقيه وبكل شفافيه. كنتسناو التعاليق يطلعوا لينا باش نقدروا نديروا السحب. بحال دابا هادو هما الناس كيطاقيو، انت بحال دابا اميره طاقات بشكل جيد، هو هذا الطاق. صبروا معانا بعد قليل غادي نديرو السحب باش يفوز معانا واحد. نطلعوا لي كومونتير كاملين باش نقدروا نديرو السحب نتوما مباشره في محل اواني شعيب بحي البرنوصي بمدينه الدار البيضاء. بزاف ديال الناس شاركوا معنا في المسابقه اللي غادي يربحوا فيها طقم ديال التباصل. الفائز الاول غيربح معنا بطقم ديال التباصل اللي هو هذا، والفائز الثاني غادي يربح معنا بكيه ديال الكيسان. كنشكروا بزاف الناس اللي شاركوا معنا في هذه المسابقه، ومازال ان شاء الله فرص واحدة اخرى. المهم بقاو معنا عفاكم، بعد قليل غادي نديروا السحب. بغينا نطلعوا لي كومونتير كاملين باش نقدروا نديروا السحب بكل شفافيه وبكل مصداقيه. حاليا غادي نديروا السحب ديال الفائز اللي غادي يفوز معنا في المسابقه ديال جيفواي شعيب في المحل ديال اواني شعيب بحي البرنوصي بمدينه الدار البيضاء. تبارك الله عدد كبير ديال الناس شاركوا في الجيفواي، مرحبا 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 مرحبا. غنحاول نطلعوا التعاليق كامله. صراحه السحب بتطبيق حسن، ما عرفتش اختي هاد السحب بلابليكاسيون، ما عرفتش اخويا هاد السحب اخويا عمر بلابليكاسيون كيفاش داير. حنا كنحاولين نديروا السحب بطريقه تقليديه، الناس غاديين يشوفوا مباشره كيفاش غاديين يقدروا يربحوا. بعد قليل غادي نديروا السحب. لحد الساعه دابا طالعين لينا الناس اللي حطوا اللي شاركوا لمده 5 سوايع. بقاو معنا عفاكم لايف باش نقدروا، ما كرهناش الناس اللي شاركوا معنا كامل في السحب يبقاو معنا لايف باش من يربحوا نتواصلوا معاهم. نتوما مباشرة في محل أواني شعيب بحي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء. كنحاول نطلع التعاليق كاملة، كنحاول نطلع التعاليق كاملة باش من باش كاع الناس اللي شاركوا في السحب. نعم لا غير الكونيكسيون بانت لي، يمكن حيت لداخل ما كايناش لا كونيكسيون. نحاول نقرا التعاليق ديالكم بما طلعوا لي، بما طلعوا لي لي كومونتير كاملين. شكون اللي عنده شي سؤال؟ شكون اللي بغى يسول على شي حاجه؟ بالتوفيق بالتوفيق الناس اللي غاديين يفوزوا معنا. انا ما كرهتش الناس اللي شاركوا في السحب يشاركوا بهذه الطريقه هذه،
فاتنا بالطريقة هذه، يشاركوا بالطريقة، يطاقيو 10 ديال الناس في كومونتير واحد بالطريقة، باش الكومونتير يكونوا قلال والعدد ديال المشاركين يكونوا كثر. بعد قليل غادي نديروا السحب باش يفوز معنا الفائز في المسابقة ديال جيف واي شعيب. غادي نعطيكم كادو عبارة على طقم ديال التواصل، وغادي نعطيكم عاوتاني كيسان موديل زوين ديال اسبانيا اخر ما كاين في الكيسان. جميلة، كتقول لنا تبارك الله عليكم وعلى الاواني اللي عندكم، كل شيء غزال، اواني ممتازة. لطيفة كتقول اواني ممتازة وكانت واتمنة مناسبة. جميل اننا نقراو التعاليق الزوينة. بقاو معنا عفاكم مباشرة. بعد قليل غادي إلهام كتقول عرفتي دخلت عنده دابا وشفت عنده داكشي غزال ورخيص، والله ثمن مناسب بزاف. مرحبا اختي إلهام. المهم حنا حاليا دابا هاد اللايف درنا على قبل السحب ديال المشا ديال الفائز اللي غادي يفوز معنا في المسابقة. كنتمنوا الناس كاملين يبقوا معنا لايف دابا باش نشوفوا الفائز اللي غيفوز معنا. تبارك الله عدد كبير ديال التعاليق شاركت معنا، بزاف الناس شاركوا وبغاو يفوزوا بهاد الهدية اللي هاد المرة ان شاء الله غادي نحاولوا نجبدوا لي كومونتير كاملين عاد باش نطلعوا لايف باش ما نضيعوش الوقت في اللايف. السحب بلا تطبيق صعيب علينا. واحد سي ما قالت لك انا زاري ما عنديش الزهر ما غاديش نربح. لا اختي غير بقي معنا عافاك. بعد قليل غادي نديرو السحب ديال الفائز اللي فاز معنا. خرج ليا البروفيل ديال شي وحدة. عافاكم بقاو معنا دقائق قليلة وغنديرو السحب. نعم حاليا طلعوا لينا لي كومونتير كاملين، هما طلعوا لينا لي كومونتير ديال 23 ساعة، طلعوا لينا التعاليق ديال 24 ساعة. دابا غنديرو السحب. طلعوا لينا لي كومونتير كاملين، 3 جوج، السحب غادي يكون دابا واحد طق. مريم هي الفائزة معنا في المسابقة ديال السحب. غادي نذكر عاوتاني الله يخليكم، هاد مريم طاقين الناس بزاف، ولكن هاد المرة كنتمنى ان مريم هاد العشرة ديال الناس اللي طاقاتهم تجمعهم في تعليق واحد. دابا حاليا بزاف الناس ما عارفينش ما فاهمينش قانون المسابقه، ولكن مره واحده اخرى بالنسبه للناس اللي فحال سوتياسيون ديال مريم ما غاديش يقدروا يربحوا معنا. دابا ما غاديش نحرموها من الجائزه ديالها لانها مطاقيه 10 ديال الناس، ولكن مره واحده اخرى ما غاديش تقدر تفوز معنا لانه خاصها تكون ديجا في كومونتير واحد، ديرهم في كومونتير واحد.
غادي نتواصلوا مع مريم مباشرة. السلام عليكم، معك شعيب، أواني منزلية، منزلية حي الورنوصي، فزتي معنا بطقم ديال تباصل، خلي لينا رقم الهاتف والمدينة فين كتسكني وبالصحة والراحة. وبالصحة طلعت اليوم، وبالصحة والراحة. غنشوفو دابا الفائز الثاني، غنفوز للراحة. عافاكم كل شيء، يقول مبروك لمريم. ما عرفتش فين ساكنة، ساكنة في تاويرت. هيا ساكنة في تاويرت اختي مريم. ان شاء الله الجائزة ديالك غادي توصلك حتى لمدينة تاويرت، واخا ما عرفتش انا مدينة تاويرت فين كاينة، في الشرق نواحي ديال وجدة. ان شاء الله الجائزة ديالك غادي توصلك حتى لمدينة تاويرت. جيب لي اخويا التواصل نور. بلاتي بلاتي، بقى معايا. الاخت مريم فازت معنا بهاد الطقم ديال التباصل، فازت معنا بهاد الطقم ديال التباصل. بالصحة والراحة الاخت مريم. الميساج اللي خليني ناس، السلام عليكم، معك شعيب، اواني منزلية حي البرنوصي، فزتي معنا بطاقم ديال التواصل، خلينا رقم الهاتف والمدينة فين كتسكني وبالصحة والراحة. والف مبروك الاخت مريم من مدينة تاوريرت. الى خلات لينا الرقم ديال، نحاول نديرو شي ابيل دابا نشوف واش تقدر. فوزيت اون كونتاكت سيغ، لا ما كايناش، ما تقدرش تطلع معنا دابا، هي ما كونيكتيش. المهم غادي نحاولو، كتكون في مدينة تاوريرت. نشوفو الفائز الثاني، لاننا قلنا غادي يكونوا جوج ديال الفائزين. هذا هو البروفيل ديال مريم. خصنا نشوفو شروط المسابقة واش ديجا دايراهم، انها ديجا مبارطاجيا اللايف عندها، مبارطاجيا اللايف. جاوبات اللايف. ممكن رقم الهاتف، مبارطاجيا اللايف وديجا دايره جيم للصفحة، يعني قانون المسابقة كامل وفات فيه. بارطاجات اللايف دابا تقريبا شي 9 سوايع، وهي ديجا كتشارك في المسابقات بعدا. بلاتي، لا خصنيش نبين رقم بلاتي. عافاكم، السلام عليكم. وعليكم السلام. خويا بخير مزيان؟ انت واقيلا الزوج ديال مريم ياك؟ ولا الاخ ديالها؟ مرحبا خويا، مرحبا. شوف ديجا واقيلا واحد البروفيل ديال واحد البنت سميتها مريم، شاركت معنا في واحد المسابقه ديال اوان ديال كيف واي شعيب مدينه الدار البيضاء، وربحات معنا واحد الهديه بسيطه، عباره على طقم ديال التباصل. عافاك، بغيت نسولك فين كتسكنوا؟ مدينة قرسيف. ان شاء الله الطقم ديال التباصل ديالكم غادي يوصلكم في القريب العاجل لمدينة قرسيف ان شاء الله، حتى لباب الدار. وبصحة وراحة. شكرا، الله يعطيك الصحة. يلا شكرا يا سيدي، مرحبا مرحبا. شكرا، سيدي الله يحفظك. مرحبا، الله يعاون الله يعاون. بصحة الاخت مريم. المهم نوصلوا لها الهدية ديالها. غادي نشوفو دابا الفائز الثاني، غادي نرجعو للصفحة. بلاتي بقاو معايا عافاكم.
غادي نرجعوا للصفحه دابا وغنشوفوا الفائز الثاني. الفائز الثاني غيربح معنا بطاقم ديال الطباصل هذه الكيسان. انا الفائز الاول ربح معنا في عمر. وي مبروك للسيده اللي كاينه في مدينه كرزيف. هو صراحه مدينه كرزيف شويه صعيب وصل عندهم، ماشي كنقص من المدينه، ولكن صعيب ان يوصلوا هاد الطباصل حتى لتمايا. الاغلبيه ديال الطباصل هادو كيكونوا متواجدين في مدينه الدار البيضاء، الرباط، المدن الكبرى. مدينه كرزيف مدينه يمكن شويه صغيره، اذا غادي تبرع مع راسك بالطباصلات الزوينين وبالصحه والراحه الاخت مريم. غادي نشوفوا الفائز الثاني بالمسابقه 3-2-1 و طق. عايده عبد الرزاق ما طاقتش نيسرين مزيان، ما غاديش تفوز معنا، نعتذر لان الطاق ما كاينش. كنعتذر، نشوفوا اللي فوق منا ولا نعاودوا السحب. نشوفوا اللي فوق منا. الفائزه معنا هي فاطمه. تبارك الله، دايره المسابقه مزيان. غندخلوا غنشوفوا واش مبارطاجي اللايف ولا لا. مبارطاجي اللايف عند الزهر فاطمه، مبارطاجي اللايف. او حتى هي نري فاخر حتى هي كرزيف لينا وحده عندهم لا ما يمكنش، اقسم بالله العلي العظيم حتى ما يمكنش. تورق كرزيف والله حتى صدفه عالم. مدينة كرزيف طلع لهم الزهر. اختي نوال، ولكن خاص تعزل لي مطاقي 10. فاتي مطاقي 10 الناس، ولكن قبيله مريم مطاقي 10 الناس بلي كومونتير مفرقين. انا قلت لكم ان شاء الله هذه المره. اصحابها تاع مريم. نعم؟ اصحابها تاع مريم اللي ربحت الاول. ويلي. والله حتى مدينه كرزيف شوف هاي صاحبتها، واقيلا صاحبتها كاينه. اخوان فاطمه من كرزيف ومريم بكرزيف بالصحه والراحه. كنعتذر بزاف لانني ما كنعرفش مدينه كرزيف فين كاينه. النواحي ديال وجده، النواحي ديال وجده. عندي معلومات شويه ولكن ما كنعرفش بالضبط فين كاينه. مي عندي واحد الدري صاحبي كنت كنعرفو شحال هادي، المدير ديال جريده هيبا بريس، حتى هو من مدينه كرزيف، ولكن ما عنديش عليه معلومات بزاف. مبروك. اي عيطات للرقم بلاتي، يمكن بلاتي نشوف الرقم اللي كيعيط لي دابا. الو، وعليكم السلام. السيدي يمكن غلط. المهم غادي ندخلوا عند فاطمه اللي قلنا حتى هي مبارطاجيه اللايف. هادو كيشاركوا في المسابقات بزاف هادو. غادي نصيفطوا لها حتى هي ميساج. السلام عليكم. غنشد الميساج اللي صيفطتو بلاتي باش ما نبينش رقم الهاتف، وغادي نصيفطو لفاطمة حتى هي بصحتهم. السلام عليكم، معك شعيب اواني منزلي حي البرنوصي. في السي معنا بطاقم ديال لا ماشي بطاقم ديال الطباصل، غادي نموضي فيها الطاقم ديال الطباصل لان فاست معنا بطاقم ديال الكيسان. بلاتي فازتي معنا بكيسان ديال اسبانيا.
كتسكني في كرسي فين انا طلعت ليا. لا بالنسبه لفاطمه الشروط عندهم هادوك. علاش؟ لان فاطمه مطاقيه 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مطاقيه 10 ديال الناس في التعاليق، ومن دخلت عندها لقيتها مبارطاجيه لايف ودايره ابوني للصفحه، يعني الشروط كاملين. بالنسبه لمريم، المريم ديجا حتى هي حتى هي مطاقيه، حتى هي دايره 10 ديال الناس. المهم بالصحه والراحه، بالصحه والراحه بالنسبه للاخت مريم، بالصحه والراحه بالنسبه للاخت مريم، وبالصحه والراحه بالنسبه لفاطمه. مريم وفاطمه من مدينه كرسيف كيفوزوا معنا بالهديه. بالصحه والراحه بالنسبه لمريم، بالصحه والراحه بالنسبه لفاطمه. ان شاء الله الكادو ديالكم غادي يوصلكم في اقرب وقت لمدينه كرسيف عبر الامانه او الناس اللي كيوصلوا هذا الشيء للمدن. ان شاء الله غدا او مره او بعد غدا غادي نعاودوا نديروا المسابقه. كنتمنوا ان شاء الله يكونوا دائما معنا بزاف ديال الفائزين، وبالصحه والراحه الناس اللي فازوا معنا هاد المره. ان شاء الله من غادي يكون السحب كنتمنى الناس يطاقيو 10 ديال الناس بدقه واحده، وبالصحه والراحه. شكرا.